كانت مباراة الذهاب كيف ما شاف الجميع ولاحظ الجميع وصدر العقاب ديال الحكم غريشا. الآن تتمارس نفس العملية، إذن هنا هناك سوء نية. لم ننسحب، احنا بغينا نكملوا بالتقنية الجديدة اللي عطاونا في التصريح ديالهم بأنه موجود الفار، حيت سولنا مع الفار قال لك هو غير ما خدامش، ما فهمناش. قلنا لهم احنا متمسكين وباغي نلعبوا المباراة، ولكن الرجوع إلى الهدف المشروع اللي الطرف الأول عاود الطرف الثاني. إذن هنا نية مبيتة، احنا غنتمسكوا بجميع المساطر القانونية وغادي نمشيو مع ملطاس وغادي نمشيو في جميع، غادي نديروا جميع الإمكانيات ونخوضوا جميع الأمور والمساطر القانونية. هذا حرام، حرام على المسيرين اللي كيسيروا الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي اليوم أصبح في خطر، ما عرفناش إذا كانوا بغي يعطيوا هذا الكاس هدية. احنا يقولوا لنا احنا ما نلعبوش، احنا مستعدين أننا نمشيو معهم في هذا المينول، ولكن هذه كرامة ديال البلاد والسيادة، ما يمكنش لينا يجيو يغتصبوا لنا حقنا وحنا كنشوفوا. احنا غادي نمشيو معهم المساطر القانونية اللي هي الطاس وهي الفيفا، وغنلجؤوا معهم لجميع الأمور القانونية. احنا جينا نلعبوا هذه المباراة بروح رياضية، بروح رياضية، وكنعاودوا نأكدوها بروح رياضية، وحنا كنسلكوا المسالك القانونية. اليوم بان وتبين للجميع، تبين للعالم أن هناك ظلم وعدالة غير منصفة، عدالة غير منصفة، غير منصفة. اليوم تبين للعالم أن هناك تحكيم لن أقول عليه فاشل، سيقولها القانون. الناس المختصين قالوا أنه بيت مشروع، لا في الذهاب، هناك بيت ثاني مشروع وضربة جزاء ثاني مشروع، إلى أنهم لا يريدوننا أن نخوض هذا الكاس. إحنا عادي جدا لو إلا بغيوا يلعبوا معنا الكرة، إحنا جينا باش نلعبوا الكرة وتسود الروح الرياضية. إحنا جينا للبلد الثاني ديالنا، الشقيق الأشقاء ديالنا التونسيين، وعندنا نية أن نلعبوا بكل روح رياضية، إلا أننا اليوم تنتفاجئوا بمسائل أخرى. قلنا اليوم إحنا دويتوا معنا على تقنية الفار، احنا تنعاودوا ناكدوا لكم اننا احنا متمسكين بهذه التقنيه، انتم اللي جيتوا لنا ماشي احنا اللي جينا لكم. دويتوا معنا على اساس انه ما خصناش نفوتوا 12 ديال الليل، دابا الوحده الا ربع عاد السيفله بان المباراه انتهت. احنا ما نهيناش المباراه، احنا ما خرجناش من التيران، وحنا مازالين احنا متمسكين بالحق ديالنا ومستعدين ان نمشيو معهم ونسلكوا معهم المسالك القانونيه. هذا منكر، هذا منكر، هذا منكر. المنكر من يغيره؟ وهي المؤسسة. إذا كانت المؤسسة تنخرط في المنكر فهذا عيب وعار على من يسير هذه المؤسسة.